جميل، ويوم الشباب فيه نشيطين جدا بعد حدث أمس وجود طارق التايب معنا. صراحة كلنا كنا مبسوطين ومستانسين بوجود الكابتن، والحدث الأهم والأعظم من هذا كله هو شوفة سمو سيدي ولي العهد يتوج الفريق السعودي فالكون بكأس العالم للرياضات الإلكترونية. فخر عظيم وحب عظيم لملهمنا وقائدنا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وصراحة إنجاز يخلد للتاريخ. تبدأ كأس العالم للرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وتأخذه، وفوق هذا تشوف ملهمك وسيدك أمامك بصحة وعافية، وتشوف الأبطال اللي جابوا هذا الإنجاز. شكرا لكم من هذا المكان، شكر عظيم جدا تستحقونه، هذا أقل ما نقدمه لكم. وأسأل الله العظيم أن يطيل في عمر الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين. وحتى احنا هنا في البرنامج ايضا نخدم مجال من مجالات المملكه العربيه السعوديه، فاسال الله التوفيق لنا جميعا. خلونا نروح ونحضر الطلاب ان شاء الله يكونون اعلاميين المستقبل، فكلنا على الله. السلام عليكم ورحمة الله. صوت 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 صوت. شو اللي مشترك ما مشترك؟ اشترك. ايش الكلام هذا؟ كيف حالك؟ ايش صوت؟ أنا أحب الحماس هذا، لكن له أوقات. طيب نحضر يا شباب، نحضر الأزرق سليمان وعبد المحسن ومحمد السبيعي. أتمنى ما عاد أقول لكم اسكتوا، لأن كل حصة أنا أقول لكم اسكتوا. حنا يسال أبشر يسال على خشمي يسال. خالد الحصين غايب. عبد العزيز البعيجان حاضر قدامك، محتاج حضور. عبد الرحمن الخثران حاضر. فواز الودعاني حاضر. خلاص على الإذاعة. لا استنى امسح وجهي، تكفى. خلاص امسح وجهي. فواز ماي. عبد المجيد الخالدي سم الله عدوك. صهيب الياس محمد القحطاني سم سليمان الشهراني معاذ المطيري سمادوك فوز الشمري فهد الزهراني سعود الهويجي سم الله عدو رائد العسيري غايد سلطان المطيري موجود بس ما جاي عبد الرحمن العواد استاذ سلطان موجود عبد المحسن الاحمد صلي تراويح المصيبه انه موجود المصيبه انه موجود ما وقت صلاه صلي استاذ العصر بدر العصيمي موجود عبد الله المطيري موجود عبد الرحمن السلمي بدر المطيري حاضر بندر الفقيهي حاضر حمد السبيعي موجود حمد القحطاني حاضر. والله شكرا لكم انكم حاضرين كلكم، صفقه لهم والله تستاهل. لا احد يصفق وصفق الاخضر لحالكم عشان ثاني مره تصفقوا لاخوياكم. كيف حالكم؟ اعوذ بالله من الحسد. ساكم طيبين؟ اي سلام. يا مرحبا. يا هلا. كيفكم بعد ما بدت الدراسه؟ صدق وبدت الدروس؟ انا ما ادرس اول استاذ. استاذ انا ما ادرس يا استاذ. واحد واحد الموت تك يا استاذ بس. طيب ها فوق وقعنا ترمى ايوه فواز نفس الماده
ابوي يسالك كيف المدرسه. الله يوفقك وشغل مايكك يا فواز. والله استاذ استاذ محمد عبد الرحمن. اي استاذ قسم بالله استاذ اليوم الساعه تقريبا 1:30. طيب صورت بجوالي استاذ تقريبا عندي 8 كتب قاعد احل بس عشان ايش؟ كل الاساتذه قالوا ايش يلا انت اشرح. قسم بالله استاذ عشان بطل. لازم اكتب الاجابات ومدري ايش بطل. وانا امس شفتك برا قاعد تحل واجباتك والشباب يلعبون. الله يوفقك. أنا محمد السبيع، إيش كنت تقول شيء؟ أنا ما أدرس أستاذ. ما تدرس؟ ما أدرس. أنا في الخفجي أدرس. ليلي أصبح في الخفجي. يعني لازم يجي برنامج بعدين يرجع يدرس. لا وكيف كذا؟ والله صدق أستاذ أخذ خطاب. رايح مديس. طيب. بدر ال ها. أنا أدرس ما أنام. أنت تدرس ما إيش؟ ما أنام أبد. ما تنام؟ إي أستاذ أرجع أنام ساعتين لفجر. تروح الدوام. ها ما نام قصدي انا بس العكس استاذ. سلام الله يحييك. ايوه اوكي على المسبح. شكرا. اوه كف والله القهوه عظيم. ما في قهوه اليوم اليوم البن اللي ابغاه. صح استاذ هذا بيجي في الليل. طيب اسامه صحيح. ايوه 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 اليوم مسرحيه. المواضيع كلها صدق ان شاء الله. الورقه اليوم هي مجهز موضوع يسوي موضوع موحد مو بالاثنين. قالت لا مو بكره مو بكره. سؤال والله عدو جيب جيب بالله جيب. انا مشرف انا ان شاء الله معك صدق بس حتى احنا انا معك استاذ. احنا مقسوم علينا بس غش عشان مشرف بس احنا استغش. لا والله انه وين الياس اليوم غايب. الياس ما جاء غايب. صوت بدر انا عندي صوت. فواز سعود عطني اياها. طيب سبيعي وبدر غرفة الغياب. سعود وفواز غرفة الغياب. خلي الورقة. انا ايه ابشر استاذ. هذا اللي اخذناه اول مسرحيات. سمي محمد يا استاذ. بتكلم مساء عن مدرسه استاذ. انشر استاذ مقطع عن واحد من الاساتذه تكلمت عنه في حلقه من الاكاديم. حلو. وجاني استاذ اللي هو امس علمته عنها عن الحلقه. واليوم استاذ جايين كل الاساتذه استاذ يتكلمون ويقولون انك تحب الاستاذ وما تحب الباقيين. كيف كيف؟ ما فهمت. شفت حلقه 26 في الاكاديم؟ اي ايوه مدرسه بقى. تكلمت عن واحد من الاساتذة اللي عندي. ايوه صدق. اي وجاء ووريته وعلمته امس عن المقطع. وجاء اليوم الاستاذ لقيته في جروب حق المدرسه حق الاساتذه وكل الاساتذه يتكلمون عنه. ولقيتهم يقولون انك انت تحب هذا الاستاذ اكثر من الباقي. انا قلت لهم اني انا خصصت ماده ما خصصت الجميع. خليك الحين حبيت اني اسلم عليهم درجات. عليك. طيب عدل ارسل تحيه لمدرسينك كلهم من هنا. ها؟ أرسل تحية مدرسينك كلهم من هنا. كيف؟ ها؟ أحيي ما كيف؟ أقول أسامي ما الباقيين بيقولون لا. عادي إحنا الفصل الأحمر. والله صدق أستاذ. لا. لكن أجلس لين أقول له. ها عبد الله. المواضيع كلها عن الصدق أستاذ. الكل يتكلم عن الصدق أفضل مسرحية هو الفائز. الحين شو اسمه مشاركة جميع الفصل. طب احنا عندنا واحد مو موجود. الموجودين يعتبرون جميع الفصل. واللي ما معه مشرف احنا يصير عمر مشرف. اوه يعني انت ثلاثة ما في مشرفين. اقسم نفسي للثلاثة كلهم. كيف يعني؟ صاد اكون معك ومعه ومعه. صاد اليوم في بدنية. صاد ما خالف بس يا صاد. هناك شخص اليوم في بدنية. لا ترى البدنيه ما هي اكله كل يوم ناقص. بدنيه يوم في الاسبوع. انت كنت تسوي بعد. كيف تغير الجدول؟ يوم الخميس ان شاء الله. هو كان يستقبل علينا عشان طارق التايب وذا. ايه لا استاذ انا شايف سالفة الجدول انه كان علينا حلقه حلول وحلقه بطوله فورتنايت اليوم. ايه انت ودكم بالالعاب ودكم بال. لا والله استاذ اوريك صوره. اليوم عندكم مسرحيه وعندكم بعد المسرحيه حصه في الاسنان. متى يا استاذ؟ عشان الواحد يفرش اسنانه ويهتم في اسنانه. صحتك اهم من فورتنايت والالعاب. لا حلو يا استاذ. بنقول الكذب صدق ما في مسرحيه موضوع الصدق. ايه لا تكلموا عن الصدق.
حلو طيب استاذ الاسبوع اللي فات ما جانا نسمع نسمع اسمع اسمع نسمع خويه هيك شخص يلعب فيفا مهزوم 7-1 ولا اسمع فاز على المدير 6-5 قلبها الشوط الاخير استاذ في اشاعات لا اشاعات صور كلها عندي فيديوهات اسمع اسمع حتى استاذ بلا تصورها للطلاب اسمع انا عندي ثلاث صور ما صاكك فيها يا استاذ 4-5 الجدول بكره انزل لكم 5-4 سلام عبد الرحمن 6-5 كلها طيب ايش رايكم نروح الاذاعه؟ باسم يلا نروح مع الفريق الازرق في اذاعتهم عسى الله يوفقهم مع مشرفهم علي لا لا اجلس كذا لا اباكم تنهزموا اي عند مشرف يلا